في الندوه الصحفيه ديال الابواب المفتوحه لمنطقه الانشطه الاقتصاديه الثانيه بالفنيدق النسخه الثانيه، وحنا كنساهموا باش نروج ونسوق هذا المشروع الملكي المتميز لخلق بدائل من هذه المنطقه بالخصوص اللي كانت كتعيش التجاره الحدوديه، باش جميع المواطنين في ربوع المملكه انهم يستافدوا ويعرفوا شنو عندنا في هذه المنطقه الانشطه الاقتصاديه بالفنيدق. اليوم الادوار ديال المنطقه الانشطه الاقتصاديه كتلعب واحد الدور كبير، وخصوصا في البدايات ديالو، واللي كنشكروا من هذا المنبر عدد ديال المستثمرين اللي كانت لهم شجاعه باش ينخرطوا في انجاح هذا المشروع، خصوصا انهم يستثمروا ويبداوا التجاره ديالهم. كذلك نشكر واحد العدد ديال المؤسسات الفاعله واللي كان لها اليد في اخراج هذا المشروع وفي تنزيله. اليوم كان عندنا واحد العدد ديال الاجراءات جد متميزه كيشهدوها الناس ديال كيشهدوا عليها الناس المستثمرين اللي كتهم الاستيراد ديال السلع عبر طنجة المتوسط، وكذلك عبر تسويقها وترويجها، واللي فعلا تا الجمارك لها دور كبير باش ينجحوا هذا الجيل. اللي حقيقه هذا الندوه كيجي في واحد السياق واحد المجموعه ديال المسلسلات لتهيئ هذا الابواب المفتوحه ديال المنطقه الاقتصاديه. اللي حقيقه كان في هذا الاسبوع في هذه الاسابيع الاخرى كانت واحد المجموعه ديال السلسله ديال الاجتماعات على مستوى العماله المضيق في نيدا، وكذلك على المستوى ديال جل العمالات على المستوى ديال الجهه. اللي حقيقه كان البارحه كان واحد لقاء تحسيسي على مستوى التجار ديال تجار الفاعلين الاقتصاديين ديال مدينه الحسيمه، وكذلك في العرايش، وكذلك في القسم الكبير وفي وزان. واليومين في هذا المساء ان شاء الله عندنا على المستوى ديال تطوان. وكما كتعرفوا حنا جل اللقاءات اللي كان عندنا علاقه بالايام التجاريه كنا كنشيروا لهذ الابواب المفتوحه الدورات الثانيه. اللي حقيقه هذا الدور هذه الندوه كتجي في واحد السياق، لان الدور ديال الاعلام والصحافه مهم في التسويق ديال هذا المشروع الملكي. اللي كنطلبوا من جل الاعلاميين اللي ينخرطوا في التسويق ديال هذه المنطقه، لان هذا مشروع مهم اللي غادي يغطي اللي عنده واحد الدور كبير اللي الاهميه ديالو باش يغطي واحد المجموعه ديال المشاكل والاكراهات اللي كتعاني من خصوصا المنطقه على المستوى ديال الاقليم مضيق في نيدق ولا تطوان، ولا مثلا على الجهه اللي كانت حقيقه اللي غادي يغطي على المشكل اللي كان غرق الحدود ديال السبته السليبه، اللي غادي يكون واحد الرواج ان شاء الله البديل ديال اللي كان اللي قلنا ديال السبته. غير هذا كنتمنوا ان شاء الله في هذه الابواب المفتوحه جل التجار يزوروا هذه المنطقه، كما في السنه الفارطه اللي كانت تقريبا زارونا واحد 12000 زائر، اللي حقيقه كان رقم مهم. بغض النظر على المداخل اللي كانت في هذيك الابواب المفتوحه، حنا اللي كيهمنا هو التسويق، ويزورونا واحد المجموعه ديال التجار على المستوى الوطني والجهوي. اللي حقيقه اللي غادي يكون واحد هذا البرنامج غادي يكون مهم داخل هذه الابواب المفتوحه، غادي يكون تقريبا من 23 الى 28 غادي يكون واحد المجموعه ديال الندوات اللي عندها علاقه بالتكوينات، خصوصا غنديروا داخل هذه اللقاءات تقريبا واحد الندوات اللي عندها علاقه بالتجاره الالكترونيه والتجاره الخارجيه. مهم كنطلبوا منكم ان شاء الله، والتجار يزورونا في هذه المنطقه ان شاء الله.